أكد رئيس عبد الفتاح السيسي تطلع مصر إلى تعزيز التعاون البناء بين مصر والبحرين والأردن بما يحقق المصالح المشتركة لشعوبهم ويعزز من جهود العمل العربي المشترك، خاصة في ظل التحديات الكبيرة الناتجة عن التطورات الإقليمية والدولية المتعددة. جاء ذلك خلال قمة ثلاثية في شرم الشيخ مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين والملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة شرم الشيخ جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بأخيه جلالة الملك الأردني ضيفاً عزيزاً على مصر، مشيداً سيادته بقوة العلاقات التاريخية بين مصر والأردن وما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط أخوة ومودة ومصير مشترك. كما عقدت قمة ثلاثية في مدينة شرم الشيخ جمعت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البحرين والملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن. تناولت القمة العلاقات الأخوية الوثيقة ومسارات التعاون الثنائي البناء بين الدول الثلاث والتنسيق المتبادل تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، إضافة إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والتحديات التي تواجه المنطقة. وأكد القادة على عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين البلدان الشقيقة الثلاث وأهمية تعزيزها وتطويرها والارتقاء بها إلى أعلى المستويات بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة. كما رحب القادة بالقمة المرتقبة التي سوف تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة الأمريكية، وقد تم التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا المشتركة بما يعزز الجهود لحماية الأمن القومي العربي ويعزز مسيرة العمل العربي المشترك والقضايا العربية وشعوب المنطقة.